رجعنا ليكم مرة تانية مشاهدينا، وعشان نتعرف أكتر على تفاصيل طبيعة عمل البعثة الأثرية الصينية معنا على التليفون دكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار. أهلا بك يا دكتور مصطفى. هشام، وصباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا فندم، مشرفنا ومنورنا. والكلام على البعثة الصينية أكيد هيكون ليها دور مهم، لأن احنا عارفين التعاون ما بين الجانبين، أعتقد أنه تعاون وثيق كبير، وحتى من خلال تفاصيل الخبر فهو الحقيقة ليه أبعاد مختلفة. عايز أعرفها من سيادتك كده مبدئيا وإحنا بتناول هذا الخبر بنوع من التحليل والتفصيل. عشان نوضح نقطة كده، إحنا عندنا أكتر من 240 بعثة أجنبية بتعمل في مصر منذ عدة سنوات، منها الألمانية والإيطالية والأسبانية والأمريكية والفرنسية واليابانية، عشان ما ننساش والبلجيكية والروسية. لكن لأول مرة كان السفير الصيني مع المستشار الثقافي الصيني، كان مجتمعه مع معالي وزير الآثار الدكتور خالد العناني، واقترحوا أنه على غرار المركز المصري الفرنسي اللي بيعمل في معابد الكرنك في الأقصر أنه يتعمل مركز زي كده، ويتعمل مركز مصري صيني. وبالفعل نزلوا كانت لجنة عشان تبص وتشوف المقترح، يختاروا كونسيشن أو موقع أو لوكيشن إيه اللي هيبدأوا فيه، بس بعد المعاينة الأولانية. وبالفعل نزلوا على معابد الكرنك، الزملاء اللي هناك في معبد الكرنك وراهم أكتر من كونسيشن، أكتر من موقع يتناسب مع سنتر جديد هيتعمل. راحوا شافوا في معابد الكرنك، وبقول دايما معابد الكرنك لأنه في أكتر من معبد هناك. شافوا معبد يسمى معبد الإله مونتو. مونتو ده بيقع شمال معابد الكرنك. راحوا بصوا فيه، عملوا دراسة مبدئيا، أعجبوا بهذا المكان، قدموا الموافقات بتاع الطلبات بتاعتهم للجنة الدائمة للآثار المصرية، اللي وافقت على بداية عمل بعثة جديدة تسمى البعثة والمركز المصري الصيني، اللي هيعمل لأول مرة كبعثة صينية مصرية أو مصرية صينية مشتركة. طب هنا فندم، ده ممكن دوره يختلف إزاي عن باقي البعثات اللي حضرتك قلت عليهم اللي هم 240 بعثة؟ مفيش اختلاف في الدور، ولكن مش هتبقى بعثة زي باقي 240 إنها بتشتغل فترة زمنية زي شهر 2-3 في السيزون وبتمشي. لا، ده هيبقى مركز زي المركز على غرار المركز المصري الفرنسي، هيبقى المركز المصري الصيني، يعني هياخد وقت أطول، يعني بيشتغلوا نقول من شهر 9 أو من شهر 10، يستمر لغاية نهاية أبريل أو من أول مايو، زي المركز المصري الفرنسي اللي بياخد أوف أو أجازات شهر 6-7-8، وعلى آخر شهر 9 بيبتدوا يرجعوا. يعني إذن الفترة الزمنية بتاعت المركز المصري الصيني أطول من الفترات العادية بالنسبة للبعثات الأجنبية الأخرى. طيب حضرتك بتشوف المردود بتاع هذه البعثة ممكن يكون شكله عامل إزاي؟ إحنا زي ما إحنا كلنا شايفين إنه في الآونة الأخيرة السياحة الصينية، بعد ما الرئيس الصيني جه زار الأقصر وكان مع فخامة الرئيس عبد الفتاح الصيني، عبد الفتاح السيسي سوري، في صحبته، فكانوا هما الاثنين في احتفال رائع في زي توأمة ما بين مصر والصين. من بعدها بنشوف التدفق السياحة الصينية شكله ازاي، مما لفت النظر لسفير الصيني مع المستشار الثقافي الصيني، اللي قرروا انه يبقى في نوع من انواع التعاون الاكثر، مش بس في مجال السياحة، كمان في مجال الآثار. وبالتالي اتقرر، اتعمل بروتوكول، وكان وقع هذا البروتوكول قدام دولة رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية الصيني مع معالي وزير الآثار دكتور خالد العناني. من ضمن البروتوكولات اللي وقعت كان البروتوكول التعاون المصري الصيني في مجال الآثار اللي وقع في مجلس الوزراء. كل التوفيق يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.